كنت شغال فيه هتبقى باشا فيه، هندلعك من الآخر. كل طلباتك هتكون مجابة مقابل شوية صور كده عشان نعمل دعاية حلوة للوحة، وهنلف العالم. تصور الملايين اللي جاية عشان تشوف اللوحة الأخيرة للفنان الراحل شريف كمال، يعني معارض وصالونات، وطبعا هينوبك في الحب جانب. ها قلت ايه؟ لا لا، حفلة وبس، احضر الحفلة وبس، انما لف وكلام فاضي والدربكة بتاعت النافوخ دي انا مش موافق عليها. موافق على كده؟ ده انا مش عارف اخد حقي منك هنا. عايز ناخده منك لما اسافر بره؟ انت بتهزر ولا ايه؟ الحفلة وبس. اتفقنا، احضر الحفلة وبعديها نحضر. تحضير ايه؟ هتعمل حفلة زهر قبلها ولا ايه؟ لا تحضير، يعني انترفيوهات وصحافة. ماشي، اذا كان كده ماشي، موافق.